أهلا بكم. كلام في السياسة وفي أيام السياسة وفي أيام العمل السياسي الجاد، من المهم أن نسمع لكل الآراء والتوجهات. أصبح الآن كل شيء مطروحا للنقاش، والمشترك الوحيد بين كل وجهات النظر مهما اختلفت هي المصلحة الوطنية. منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني أصبح الجميع مشاركا في المسؤولية، وأصبح المجتمع كله ساحة لهذا الحوار. رأي النخب السياسية والفكرية الآن لم يعد مجرد رفاهية، وإنما ضرورة بناء. وبما أن الطريق إلى الجمهورية الجديدة ومشروع الجمهورية الجديدة بدأ بفكرة، اليوم نسأل نخبة من السياسيين والكتاب، ما البنود التي يطالبون بإدراجها على أجندة الحوار الوطني؟ ماذا عن رؤيتهم لأولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة؟ ما دور الصحافة والإعلام في دفع وإثراء هذا الحوار؟